بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بألف خير وسعادة. كالعادة بحب اطلع مع حضراتكم لما يكون في حاجة نعلق عليها، ما بحبش اطلع من باب الظهور كده وخلاص. وامبارح في حاجتين لفتوا نظري جدا، فيديو لطفل صغير اهله ملبسينه تيشيرت الزمالك بالعافية، ليه رد فعل غريب هنعلق عليه، وحاجة تانية تصريحات من مسؤول الزمالك على السوبر الافريقي لليد اللي كان قدام النادي الاهلي، وكلام كده غريب شوية برضه هنعلق عليه. ولكن قبل ما اتكلم في الحاجتين دول بفكرك ان النهارده الزمالك هيلعب مع بروكسي في كاس مصر. مين بروكسي ده يابا الحاج؟ ده فريق في القسم الثاني الزمالك هيلعب معاه، وربنا يستر، برضه ربنا يستر حتى لو كان ماتش سهل. نيجي بقى نعلق. الفيديو ده مش عارف حضراتكم شفتوه ولا لا. مين الطفل دوت؟ سمعكم حته كده صغيره اللي ما شافش الفيديو، ده طفل اهله ملبسينه تيشيرت الزمالك بالعافيه، كان ليه رد فعل غريب. تعالوا نسمعه. اسمه داوود. ما ينفعش. انا عمري ده الاهلي. بس ده الزمالك، هو انت بتحب الزمالك؟ لا لا ليه؟ مش بحب. ليه يا دودو؟ انت مش حابب ايه؟ خلاص ما تعيطش يا حبيبي. طب تعالى ليه بقى؟ ما بحبش الزمالك. ما بتحبش الزمالك؟ ما بتحب ايه؟ ما بحبش الاهلي. شكرا يا داود، شكرا يا داود. ده طفل صغير عنده تقريبا 3 سنين، لا مع مرتضى منصور ولا ممدوح عباس ولا يعرف حد، انا مش مع حد يعني، محافظ الالقاب للجميع. ده مع الله، مع الله طفل ملاك ما يعرفش حاجه، انعكاس. بيشوف اخوه الكبير عمال بيعوص ويصوت ويقول لك الحقونا يا ناس وخساير، ويسمع قناه الزمالك المؤامره الكونيه في البطاطس المقليه، وعمال يشوف الخطه الاولابيه لاطاحه الزمالك من البطولات العالميه، وعمال يسمع حاجات غريبه. فهو انعكاس، شايف الدنيا بايظه، شايف مثلا حد من اهله عمال كل هو زملكاوي عمال كل شويه يعاني ويزعق ويرزع كوبايه وما اعرفش ايه، ويا جماعه وسيبونا وايه اللي بيحصل ده، الدنيا بايظه. فهو الطفل شايف، وده مش مع حد يا جماعه، ده انعكاس. الطفل ده انعكاس ليه بقى؟ لو واحد زي حالاتي بيتكلم وانا انعكاس انا كمان، ولكن انا عشان معلش دقني طويله، فيجي يقول لك المؤامره، ما هو عايز يخلك في المؤامره، يجي يقول لك اصل انت مع ممدوح عباس فجاه، اصل انت اساسا اهلاوي فجاه، اعيش عمري كله زملكاوي واجي اقلب اهلاوي يعني من 10 مش من 10 دقائق قبل الفيديو على طول اتحول. فهم اي حد يختلف ويزعل ويتضايق ده بالنسبه لهم كده اكيد وراء، ان مش اكيد الزمالك فيه مشكله، لا 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 لا، الزمالك ما بيحصلش فيه مشاكل ابدا، الزمالك طول عمره تمام. طب حتى لو بيخسر، حتى لو ضايع يا ابو الحاج، حتى لو نزل قسم سابع، لازم يطلعوا مبرر ولازم يطلعوا حد هو اللي بيعمل في الزمالك كده. لكن الزمالك فل شمعه منوره، لا مجلس اداره بيغلط ولا في اي حاجه، والدنيا جميله، لا حد بيمشي لعيبه ولا اي حاجه. ولكن طفل زي ده، اللهم لك الف حمد ان طفل زي ده يظهر، لان ده ما يعرفش حد، ولا حد ينفع حتى يلقنه كلام، ولا حد يعرف يجي يقول له اطلع يا ابني مثل، ما اعرفش، ما ما يعرفش، ما يفهمش. ولكن ده الوعي عنده، وعي كله بالفطره، هو شايف قدامه حاجات غريبه بتحصل، فهو مش راضي يخش ليه في ليله ما يفهمهاش. وده يا عيني تحس ان الواد ده شايف المستقبل والله بالقعده دي، يقول لك يا عم انا مالي ومال الفيلم ده. وده بيدي انعكاس لكل الاطفال اللي في سنه، شعبيه الزمالك بتضيع، والله العظيم بتضيع. انا لو عندي طفل قد داود ده، والله اقول له يا ابني انت قدامك اختيار، براحتك، عايز تشجع الزمالك شجعه، ومش عايز ما تشجعش عشان انا ما اشيلش ذنبك، والله العظيم انا هعمل كده مع ابني، يعني انت براحتك. ما اقدرش اقول لك حاجه، لان الحقبه دي اصعب حقبه في تاريخ النادي كلها، يعني الدنيا كلها تبقى يمين والناس تيجي تقول لك لا شمال، هم عكس اعكاس، وناس ماسكه في ناس، وناس ما اعرفش ايه، وناس لو حتى الزمالك بيخسر ومتضايع ونازل القسم الرابع مع اشخاص وما عندهمش مشكله، ونظريه المؤامره وافلام. يعني القصة التانية اللي هحكي لك دلوقتي بتكمل موضوع داوود والفيديو ده، وهو ان امبارح بعض من اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك او المسؤولين في نادي الزمالك، هو مش اعضاء في مجلس ادارة، كان مسؤولين يعني، طالعين يقولوا ان فريق اليد اللي خسر السوبر قدام النادي الاهلي كان ماضي على تعهد، كان في اغنية الانغام اسمها امضي لك على تعهد، حاجة كده يعني، كانوا ماضيين على تعهد. تعهد ايه بقى؟ ان هم يفوزوا على النادي الاهلي. طب ليه بعد الخسارة الناس طالعة على المسؤولين في الزمالك يقولوا حاجة زي كده؟ بتعايروا اللعيبة يعني؟ يقول لك لا أصل إحنا ما كناش هنلعب السوبر أصلاً. سوبر اليد مش تلعبوه ليه طيب؟ وما فيهوش كهرباء هنا.
هنا مفيش كهربا ومش كرة قدم أصلا، ده يد. يجي يقول لك لا ما عشان مفيش فلوس والمنظومة كلها مش مريحانا، يعني احنا هنسيب الدنيا كلها بسبب كهربا؟ يبتدي يسمع في اليد وفي الطايرة والباليه المائي كل حاجة، وانت حضرتك خلاص الماتش خلص. لمصلحة مين أصلا تطلع تعهد اللعيبة؟ ويا ريت التعهد اتنفذ، يعني يا ريتهم ما تعهدوا. هما اللعيبة لما تعهدت كسبت الأهلي ولا عملوا أي حاجة، خسروا شالوا قبح ومشيوا. فيا جماعة أيام غريبة وظروف غريبة وقرارات غريبة ومواقف أغرب، ما تستغربوش اللي زي داوود دوت يطلع ما يشجعش. ما يشجعوا ليه؟ يعني أنا عاذر أي حد في الجيل ده والله، يشجعوا ليه؟ بأمارة إيه؟ بأمارة إيه؟ ده مورستان، ده عباسية، ده ماسك في دوت وده مطلع دوت وده عمال يقول لك النظرية المؤامرة، وده يجي يطلع في القناة بالليل يجي يقول لك اكتشفنا الخطة الخمسينية، وده يجي يقول لك احنا عرفنا ايه اللي يحاك في الظلمات ولا في الظلام. ويا ريتهم عمال يكتشفوا بقالهم 50 سنة، يا ريت الزمالك خد خطوة لوحده قدام. مش الواحد لما يكتشف حاجة يحصل تطور، ولا هما بيكتشفوا لوحديهم كده وده ما بينعكسش على الفريق؟ طول عمرهم يكتشفوا مؤامرات، في مؤامرات بتحصل على النادي. طب النادي بيروح فين ولا اي حاجه، لكن احنا بنكتشف بس. طب بنحل ولا ما بنحلش؟ نكتشف بس. القناه مقضيها اكتشافات، كاننا بنكتشف ابار بترول طول الوقت. فلاني ضدنا وعلاني بيتحدانا، ده بيختلف معانا مع عباس، ده بيختلف معانا مع حسن مصطفى، شله الغردقه، شله البطيخ، شوبير في الدور ال 180، الساعات يا خطيب. ايه يا عم ده؟ فاللي زي داوود ده وصف كل زملكاويه، دي قعدتي والله. القعده دي قعدت داوود، دي قعدتي وقعدت كل زملكاوي. اتروش تعب، ده قعد ربع قال لك يا باشا ايه، بص الواد شال الهم وهو 3 سنين شال الهم، يجي يقول لك انا شايف مستقبلي من دلوقتي اشجع الزمالك ليه؟ يا داوود انت صح، يا داوود انا بقولها لك يا ابني انت صح. بص الواد شال هم 3 سنين وقاعد القعده دي يا جماعه، قاعد مربع كده وحاطط ايده على خده، ايه ده؟ يطلعوا يشجعوا الزمالك ليه؟ يا رب حوش عبيدك عن عبيدك لحسن عبيدك، تربل عبيدك خالص والله العظيم. والعمليه بقت سايحه على الاخر، طبعا في موضوعات تانية بس ولكن فرعيه مش عايز اتكلم عليها دلوقتي، ولكن ربنا صبرنا. رساله لاي حد زملكاوي من جواه بيحب الزمالك بجد، يعني طلب بسيط، ارجوك ساعدني في اللي انا بعمله. ايه اللي انا بعمله؟ خلونا نركز على فرقنا يا جماعه، خلونا نركز على نادينا، خلونا نحب نادينا، خلونا شله اللي هم ترلالي ترلالي دول نبعدهم من طريقنا. بلاش يا جماعه، النادي بيضيع مننا والله، وشعبيته بتروح. اللي زي داوود ده في ملايين كتير زيه والله العظيم، الزمالك هيتدفن هينتهي بسبب اللي بيحصل فيه الفتره المورستانيه دي. يا جماعه نفوق، يا جماعه نفوق، الواحد فرهد والله. تحياتي ليك يا داوود، والله يا ابني عندك حق، ان شاء الله بعد 10 ولا 20 سنه يمكن الامور تكون اتحركت وممكن تختار ساعتها الزمالك. سلام عليكم.